الله 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 الله. جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی, شیطان سے بندہ بچ جائے گا, نگرانی ہو جائے گی, کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. یہ دو آیتیں جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے, سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں, ان کو یاد کرنا چاہیے. یہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.